فساد زاد اكثر من قبل، و يعني ما فماش حتى ضابطه قانونيه للعمليه التشغيليه في تونس. قانون غير عادل وما ينصفش المعطلين العمل. الفساد والداخل الاداره استشرى اكثر من قبل. كيف كيف النتائج والمناظرات والانتدابات اللي صارت فيها حتى وضوح. قبل الثورة كانت الانتدابات سنوية مرصودة واضحة 50,000 40,000، يعني فما ميزانية مخصصة للانتداب في الوظيفة العمومية وفق مخطط واضح في كل عام، والمناظرات تفتح بتواريخ معينة. بعد الثورة نقص كبير في عدد الانتدابات صحيح، هو يعني قرابة 30,000 سنويا في 2011. 2012 تقلص، وزاد تقلص لانه المنظومه نتاع 23 اكتوبر بحد ذاتها ما قدمتش حتى خطوه لا في التنميه لا في اصلاح المنظومه الاقتصاديه لا في خلق ما يعني مواطن شغل، لا يعني لا دفع حتى المبادره الفرديه للشباب اللي يحب يبدا في مشاريع. وتم تعويم معناها الاداره والمواطن شغل للمنتسبين للحركات الحاكمه اليوم، حتى ولو اقترحنا عليهم جمله من الاليات والمقترحات لضمان شفافيه العمليه ومراقبتها وهيكل تراقب العمليه التشغيليه اليوم في تونس وكل التعيينات ما مشاوش حتى خطوه في الاتجاه هذا. الوضعيه زادت تدهورت اكثر واكثر الى معناها وصولا الى حدود الميزانية الحالية اللي ما فيها حتى ملي مرصود للتوظيف. 2014 ما فيش حتى موطن شغل باش يتم خلقه. معناها بالنسبة لنا الميزانية هذه معناها مواصلة لمعاقبة الشباب التونسي والشعب التونسي اللي فكر انه يعمل ثورة في إطار ما يسمى خطة التقشف الحكومي، اللي هي معناها عملية مفضوحة وواضحة انه التقشف جاء على حساب المعطلين على العمل وعلى حساب الشعب التونسي اللي باش يرفعوا له في الاسعار وفي كل المعاش اليومي. والمعطلين عمل ما فماش حتى انتداب لسنه 2014، سنه بيضاء. في المقابل يتم الترفيع في ميزانيه رئاسه الحكومه، الترفيع في ميزانيه رئاسه الجمهوريه والمجلس التاسيسي ومصاريفه واللي جاز 117 مليار اليوم. معناها عمليه مغشوش اكثر من وكان حكومه نتاع انتقام، حكومه نتاع معاقبه الشعب التونسي. الحكومه هذه لو كان عندها حد ادنى او عندها علاقه حقيقيه بالثوره كانت هي تبدا من اليوم الاول ومن نهار مباشره الحكم بالتقشف في اجور وزرائها، في اجور في مصاريف ادارتها، في اليوم يحبوا يرفعوا في المحروقات. لو كان ينحيوا السيارات المستعمله في المؤسسات العموميه ثلث السيارات نوفروا مليارات المليارات من الطاقه ومن المداخيل لميزانيه الدوله وممكن نحطوها في مشاريع. لو كان كل وزير يتبرع بنص اجره نجم نحلوا يعني الاف المواطن شغل. على ذلك احنا برمجنا التحرك الوطني 28 في شارع بورقيبه 28 نوفمبر باش نردوا فعلا المساله هذه ونرجعوا الملف اللي تم معناها يعني اقصاؤه وازاحته واعطاء الاولويه لملفات اخرى على حسب الملف الرئيسي اللي قامت عليه الثوره. نحن الحكومه هذه رسلناها في عديد المناسبات، الحكومه هذه ما تسمع كان في روحها او تسمع الناس الموالين لها والجمعيات الموالين لها، لانهم ما يجاوبوش ما يمنوش بالحوار لانهم هما مرتكبين جرائم في الملف هذا، دونك ما يحبش يحاور يدفع فيك نحو اتجاهات اخرى. ويعالج في الملف هذا بشكل امني بالقمع بتجريم الحراك الاجتماعي الموجود اليوم في برشا جهات بالعقاب بالايقافات بالتخويف وبالملفات اللي نشوفها كل يوم، معناها يخرج الشعب التونسي من مشاكله الى ملفات اخرى الاجرام كل المساله هذه وباش يحافظ على نفس الامتيازات ونفس الموقع. احنا باش نتحركوا هنا 28 ونحاولوا نساعدوا اكثر فاكثر. التحرك نتاعكم باش يكون على مستوى وطني ولا كان في تونس؟ التحرك نتاعنا باش يكون على مستوى مركزي في العاصمة، باش تشارك فيه كل الهياكل من جميع الولايات الجمهورية والشباب المعطل والشباب الناشط وكل الحركات الشبابية باش ندعوها وأصدقائنا، باش يكون معها تجمع في شارع حبيب بورقيبة ومسيرة ثم توجه نحو يعني القصبة للتحرك أمام رئاسة الحكومة.